المغاربة، أنا فاطمة زهرة مرت مول الدجاج العتابي اللي في أزر اللي كيبيع الدجاج. أنا هي اللي تعرضت للخيانة الزوجية من طرف الزوج ديالي، أنا هي اللي ديت لي جوندارم حيت تقهرت وتظلمت، وحتى شي مرة ما كتبغي راجلها يتقهر. وفي التالي فاش تشد دابا في الحبس جيت أنا لداري، مالي نداروا ما كيخليونيش ناخذ راحتي في الدار. دابا خرجوني من داري حاطين عليا العسة باش ما نجيش للدار ليلا ونهار. مهم انا فاش مشيت عندي الغرض بلي نشد راجلي بالخيانه الزوجيه، لحقاش انا شديت ديجا في البيت الزوجيه ديالي في داري مع جوج بنات، وتنازلت له فوجا بنتي فوجا لا فامي ديالو. دابا دخلت على اساس انني نشدو بالخيانه الزوجيه، لحقاش قهرني وغدرني وبزاف د الحوايج، حتى كيكتشفوا لي جوندارم لقاو عنده الشراب والكوكايين. دابا هو معتقل بسبب الكوكايين والشراب، وانا يا حبابو كيهددوني كيقولوا لي بلي غادي يخرج ولدنا من الحبس غادي يقتلك. كنطالب السيد وكيل الملك ديال مدينه ازرو وخوتي المغاربه والراي العام يوقفوا معايا. انا بغيت نرجع لداري، بغيت حوايجي، بغيت فراشي، كلشي ضيع لي تما، كلشي فراشي مليوح، حيدوا المول الرونو ولا حل الماطلا ديالي راه مليوحه في الدروج، بقى الباب ديال البرطمان مليوحه، حطين عليا العسه ليلا ونهارا، ما كيشي طالع شي هابط وكيبقى العساس بيت تما ليل ونهار. عافاكم اخوتي المغاربه، الراي العام كنطالب انا بالحق ديالي. انا راه كزوجه مغربيه راه ما كتبغي حتى شي مراجل يخونها. انا تخنت وعاود تخنت وعاود تخنت في داري وبرا ديال داري، انا ما كنطالب والو، كنطالب غير من الحق ديالي، ما بغيت والو غير حقي يبان.